ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار اللي المفروض تحصل النهاردة وهنتابعها في التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هتنطلق النهاردة فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري بمشاركة قيادات من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضاً شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والصندوق السيادي الفرعي للاستثمار العقاري في افتتاح المؤتمر وتحت عنوان وضع مصر على خريطة العقارات العالمية، وده تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بيتضمن المؤتمر عدة جلسات متخصصة بتتناول العمل الجاد والمتكامل لاستغلال المزايا والإمكانات المتاحة في مصر وجعلها في صدارة الأسواق العالمية للعقارات سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات. النهاردة هتطلق جامعة عين شمس فعاليات الاحتفال بأسبوع التوعية عن الإعاقة حتى الخميس المقبل يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الواحدة ظهراً أمام قصر الزعفران. النهاردة هينظم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ندوة بعنوان قيم حرب أكتوبر 1973، وده في الساعة 7 مساءً.